تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. طبعا خالد فطوطه لازم يجيب سيره النادي الاهلي ولازم يقل ادبه على النادي الاهلي. طيب كابتن عادل القيعي اداله من ملاء خيار بعد الكلام الغير محترم اللي قاله على النادي الاهلي وعلى موسيماني وعلى محمد شريف وعلى كل ما هو يعني لونه احمر وكل ما هو يعني يرتدي التيشيرت الاحمر. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عادل القيعي ازاي ادب خالد فطوطه بالعقل وبالمنطق وبالاحترام، واداله من منقى خيار وقالوا انا ممكن افضحكم واقول واقول واقول. طيب انا مش هحرق لكم الفيديو، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عادل القيعي قال ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولاول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا وقناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. بعظمة لسانه شريف والشعور المخيف. محمد شريف هداف الدوري السنة اللي فاتت، وواحد من أهم إن لم يكن هو أهم المهاجمين ده رقم يعادل الرقم القياسي 26 هدف يعني ما شاء الله عليه. لكن بمجرد ما قعد احتياطي مباراة ما لعبش مباراة واحدة، تم الدفع بيه في جدل كبير أثير. امبارح كان كابتن خالد الغندور وكابتن هشام حنفي في ضيافة الزميل العزيز سيف زاهر. خالد الغندور برضو تأكيدا على أهمية شريف طرح سؤال مهم أو مقاربة مهمة محتاجة تعليم. الدنيا قامت وما قعدتش على ازاي كارلوس كيروش ما يضمش محمد الشريف، ازاي ده اتجنن، ده هداف الدوري، ده احسن لعيب في معرفش ايه في الدنيا، ده معرفش ايه. جه موسيماني قعده ماتشين صح، وبيرسي تاو لعب وجاب جونين. ها بيرسي تاو ده نمره واحد، ده ما فيش زيه اتنين في البلد. طب ما حدش انتقد موسيماني ليه؟ مش معنى كارلوس كيروش، ما هو موسيماني نفسه بان هو قعد محمد الشريف على الدكه، ده اعتراف من موسيماني ان كارلوس كيروش كان عنده حق. الدنيا طيب يا كابتن خالد، الدنيا قامت وعادت وما عادتش لان ما فهمتش سبب غياب أفشة ومحمد شريف، وبعد كده بدا يتردد ان الاجهاب وان هو ما قدروش يقدموا المردود البدني خلى الراجل يقول لهم دوركم لسه هيجي. طيب تعالى بقى ترجع للنادي، طب ما انت عندك لعيبه ما تقدرش تلعب على بن شرقي في الزمالك، انت عندك لعيبه في النادي الاهلي تقدر تريح بعضها، والنهارده بيرسي تاو اتأدى في ماتش الاسماعيلي، لكن شريف رجع الملعب في ماتش البنك لان هو اسلوب لعبه وقدراته محتاجينها في الماتش ده في اللحظه ده، وكان عند حسن الظن، وهو ده المطلوب من شريف انه ما يسمعش الكلام ده. يا كابتن شريف خلاص، كابتن خالد، بص كابتن خالد الغندور بسم الله ما شاء الله عايش هذه الحاله ومش هيخرج براها. الاهلي اشمعنى الاهلي؟ والاهلي بيعمل ولاعيبته بتسوي، وانتوا فاكرين ايه؟ طب ما انتوا بتعملوا، طب ما انتوا بتسوي، خلاص خدوا بقى على كده. لكن اللي يهمنا بقى راي الناس في شريف. شوف الحارس. طيب قبل ما ناخد راي الناس في الشيف، بس عشان المقاربه دي ما بين راي كروش وراي مستر موسيماني، مبدئيا احنا اعتقد كنا من اكتر الناس اللي قلنا كروش من حقه ياخد اللي ياخده ويسيب اللي يسيبه، ما هاجمناش اختيار خالص، بس قلنا وقلنا يا جماعه صحيح انه شريف هداف الدوري وصحيح ان قفشه احسن واحد في المسابقه، لكن من حق الناس تعرف اسباب الاستبعاد عشان لو عندها نقص تشتغل عليه، او الجمهور يبقى عارف اسباب الاستبعاد، وهو غير مطالب انه يبرر بالمناسبه. وقلنا هنا انه الجهاز المعاون لازم يتدارك، حتى كنا اتكلمنا على مصطفى فتحي انه الثلاثه ما كانش يستحقوا يمشوا او استبعادهم كان مفاجئ. هو جايب اتنين لعيبه ميكيسوني وتاو، بص وحشين حلوين هيديهم، بس سحبهم النهارده الاثنين مع بعض مش مشكله، بس بادئ بيهم وهيبدا بيهم الماتشات اللي جايه. وافتكر كلامي، لا انا ذكي، هو اللي جايب الصفقات، هو اللي مختار الصفقات. دايما المدير الفني ما بيختار صفقه بيدافع عن صفقته، ما بيخلصش عليها،
ده قولا واحدا. وبالتالي هو اللي جاب الصفقات، والصفقات دي جايه عن طريق كمان وكاله زوجته، وبالتالي هو هيفضل طول الوقت يدفع بالصفقات دي ويلعب بيها عشان يقنع الناس ان هو ولو مش كويسين مش هيقدر يسرع اختياراته سليمه. صح مع الوقت. صح؟ لا مش صح، مش صح. والاستاذ ابراهيم عنده كلام هسيبه له يقوله، لكن انت مشغول يا اخي الفاضل، انت طالع اعلام يعبر عن نادي الزمالك عشان تقول هو الزمالك بتهاجم ليه، الزمالك يجب كذا، تفسر نقط القوه بتاعت فرقتك وتعليها، مش عشان انت ما وراكش حاجه. كان في برنامج ولا بلاش في الاذاعه زمان، مش بلاش ف مش عايزين والله الراجل دور انا على خريطه الاذاعه زمان. لا حولها لك بيني وبينك بعدين. انت مالك يا اخي؟ هو موسيماني جابهم عشان اختار، ده حقيقه. طب هو اختارهم عشان زوجته هي الوكيله بتاعه اللعيب، حقيقي. بص يا جماعه، الكلام ده خطورته فين؟ ده اتهام بالفساد والتربح، لانه لما يبقى المدرب هيتعبهم لمجرد ان زوجته صاحبه شركه جابت اللعيبه، يبقى هنا في خطوط مريبه، ويبقى الزميل سيف زاهر اللي سمع اتهام مثل ده كان لازم يستوقفه. احنا مش معنيين بصفقات اي نادي او مشاكل اي نادي او الغرامات اللي بتحصل او العقوبات، مع انه حكاوي يتقال فيها مواويل، مش قضيتنا. لكن لما بقى فيه ترويج لكلام زي ده، انه اللعيبة دي بتلعب علشان زوجة المدرب هي اللي جابتهم، ده كلام خطير وغريب وافتراء كامل. انا كنت حريص ان انا ارجع للكابتن امير توفيق وهو مدير التعاقدات في النادي، هل الوكالة الشركة اللي زوجة مستر بيتسو موسيماني شغالة فيها او بتديرها او اي مستوى ليها علاقة بصفقة بيرستاو او لويس ميكسيوني؟ قال لي على الاطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، لا دخل ليهم على الاطلاق، قولا واحدا. والورق اللي في النادي الاهلي والمستندات اللي في النادي الاهلي بتأكد ده. فده كلام يا جماعة، انتوا ظلمتوا مانويل جوزيه كتير جدا. ايوه عايز احكي لك. كل واحد فارغ يطلع كل ملاعب يحصل يقول لك اصلا اللي جايبه ابن مانويل جوزيه. لا انا هدي لك النموذج الصارخ. اخر لعيب جه لعب في وقت مانويل جوزيه، عشان افكر الناس بيه، جونيور برازيلي. وقالوا ان ابن مانويل جوزيه هو اللي جاب روي. وان مانويل جوزيه ده كلام هو اللي اختاره. مانويل جوزيه هو اللي اختاره، لازم يختاره. لحظه واحده. ابدا في اللعيبه اللي بتيجي للزمالك ومين اللي بيرشحها وظروف مشايانها وعقوباتها وغراماتها، ودليل على كده لو عايزين نصطاد بقى كنا نقول لك تعمل، قلنا بقى العمولات راحت فين وبتاع، ما لناش دعوه. الزمالك مسؤول عن نفسه بالظبط. وانت خليك يا كابتن خالد دافع عن المشكلة اللي عندك، مش تتكلم تخلق لي مشكلة مش موجودة، لان مش حدش هيشتري منك في النادي الاهلي. يعني قال الكلام المختصر المفيد خالد فطوطة، انا لما اتكلم على الكوارث والمصايب والعمولات والرشاوي والدنيا اللي كانت سداح مداح والسبب الكوارث مرتضى منصور اللي غرق نادي الزمالك في الديون، لا ده طالع يتكلم على محمد شريف وعلى مراد موسيماني وعلى مش عارف السمسرة والعملاء، وهم عندهم منبع للفساد، منبع نادي الزمالك ده منبع للفساد، منبع للرشاوة، منبع للسلوك الغير جيد، منبع لكل ما هو رديء في نادي الزمالك، ومحدش بيتناوله بشيء. محدش يقول لك نادي الزمالك موقفه ترتيب دي كارثه، محدش يقول ان نادي الزمالك هيدخل في دوامه ملهاش لازمه، محدش يقول نادي الزمالك عليه مليار نص مليار جنيه مصري، لا محدش يقول كده. الناس بس تقول النادي الاهلي محمد شريف بيلعب، لا ما بيلعبش. انت مال امك، انت شريف بيلعب ولا ما بيلعبش؟ انت مالك؟ خليك في ناديك. يعني انت عندك في لعيبه راكبه وهي بتلعب ما بلهاش فيها، والدليل على كده طارق حامد واخد المركز بتاعه ده عافيه. ورضا عبد العال طلع امبارح واحنا جبنا الفيديو عندنا، لو دورت في مكتبه الفيديوهات تلاقيه، قال لك طارق حامد ده لاعب مصارعه، لو راح
لو راح السعوديه هينضرب بعد ماتشين وهيرجع فايق قمر عيش، لان عندهم حكام بتحكم بما يرضي الله مش عندنا هنا، هو بيخافوا من لون التيشيرت. فكابتن القيعي والمنيسي وجهوا رساله لخالد فطوطه، خليك في حالك لان المحتوى بتاعك فاشل، انت عايش في جو اشمعنى الاهلي والنادي الاهلي، مش عارف بتكلمش على ناديك خالص انت وكل الاعلاميين الزملكاويه المرتزقه. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشارات عشان يوصلك كل جديد ينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، سلام عليكم.